طيب انا معي سياده النائب المحترم مصطفى بكري. مساء الخير يا سياده النائب. مساء الخير استاذ لميس، اهلا بك. اهلا بك. ماذا سيحدث في التقرير الذي وجهته رئاسه الجمهوريه، او يعني اللجنه المنبثقه عن رئاسه الجمهوريه، بشان رئيس تقرير الفساد للمستشار هشام جنينه، ووجهته للمجلس؟ هل المجلس حيولي هذا اهميه؟ يعني أنا أعتقد غدا سيعلن السيد رئيس المجلس على أعضاء المجلس في الجلسة العامة مسألة تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا التقرير، لجنة خاصة من حق رئيس المجلس وفقا للمادة 82 من اللائحة الداخلية أن يشكل هذه اللجان الخاصة لغرض معين، وهذا الغرض هو مناقشة التقرير. أنا أستبعد استدعاء يعني رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو استدعاء جنينة، ولكن أعتقد أن هذه اللجنة معنية بدراسة التقريرين، التقرير الذي أصدره المستشار جنينة والتقرير الذي اللي هو خاص باللجنة التي شكلها السيد رئيس الجمهورية، لجنة تقصي الحقائق، وبعد ذلك ستقدم اللجنة سريعا تقريرها إلى الجلسة العامة، وربما يتخذ المجلس إجراءات من بينها مثلا مناجاة السيد رئيس الجمهورية بإقالة أو إعفاء هشام جنينة من مهمته باعتباره أنه أخل بمهام وظيفته وفقد الثقة والاعتبار وفق القانون 89 لسنة 2015، أو يبلغ النيابة العامة أيضا عن مضمون الاتهامات التي بالتأكيد سيتطرق إليها الكثيرون، وهي التي تضمنها تقرير تقصي الحقائق. هل هذا الاتجاه موجود؟ يعني ان انتوا يعني هل الاتجاه وسط النواب انه بالفعل حتى اذا لم يستدعى المستشار هشام جنينه للدفاع عن تقريره، ان هو يناشد رئيس الجمهوريه بعزل او يعني بالإطاحة بهشام جنينة؟ المستشار هشام جنينة أخل بمهام وظيفته عندما أصدر تقريرا يفترض أنه سريا. احنا هنا بنتكلم على المادة 89 على ما أعتقد، مش كده يا فندم؟ القانون 89، احنا بنتكلم على المادة 18 أي. من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يحظر نشر التقارير السرية للجهاز، ومن ثم نشره وبالمبالغة وبالتضليل الذي رأيناه أكيد أن ذلك يحمل سوء تقدير وسوء نوايا. بالتأكيد كل هذه الأمور ستكون خاضعة أمام اللجنة الخاصة التي سيشكلها السيد رئيس المجلس، وبالتأكيد سندرس الموضوع من كافة أبعاده. سيادة النائب، يعني معرفش صلح لي المعلومة إذا كانت صحيحة أو غير دقيقة، في اجتماع لائتلاف دعم مصر الآن، وفي كلام أن هناك غضب وانزعاج من حضرتك، أنه حضرتك ربما لم تدعم النائب علاء عبد المنعم في الوكالة، وكلام أنه قد يعني يتم فصلك من هذا الائتلاف. هل هذا كلام دقيق ولا هي إشاعات مغرضة؟ رضا يا سيادة النائب. أنا الحقيقة قرأت هذا الكلام على موقع برلماني، فسألت زميلنا المحرر علي عبد الرحمن من أين جئت بهذا الخبر، فقال لي أنا أريد أن أسألك هل أنت دعيت للقاء اليوم؟ قلت له لا لم أدع. قال لي أنا سألت مصدر مهم في قيادة الائتلاف وقال لي لا إحنا ما دعناش مصطفى بكري، وفي نفس الوقت في اتجاه لفصله بسبب وقوفه مع مرشح الوفد اللي هو سليمان وهدان ضد مرشح دعم مصر في على منصب وكيل البرلمان. فهذه هي المعلومة التي عرفتها من المحرر البرلماني، وفي نفس الوقت الحقيقة يعني علمت انه هذا الكلام تردد داخل الاجتماع، ولكن في تقديري يعني الرأي العام داخل الاجتماع ضد هذا الإجراء، ولا أظن أنهم سيلجؤون إلى هذا الأمر، خصوصا وأن عدد من النواب يعني رفض هذا الكلام وقال أنه ده ليس إخلالا باللائحة الداخلية، لأن اللائحة الداخلية بتتكلم عن يعني الدفاع عن ثوابت الدولة، ثوابت الوطن، الدفاع عن الدستور وغيرها، وليس فيها أن كل شخص لابد أن يعطي صوته لأي شخص يرشحه الائتلاف، مش موجود. لكن أعتقد إذا اتخذوا هذا القرار
انا ساتقبله بروح من الموضوعية، وبعتبر دول زملائي واصدقائي.